زكي حسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد ولك الشكر. والله نحن بنعيش في هذه الأيام في بلادنا الحبيبة نقلة نوعية عالمية في مجال الصناعة السعودية، خصوصا بعد ما تم إطلاق برنامج صنع في السعودية برعاية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. هذا البرنامج اللي يهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز. الحمد لله عندنا صناعات سعودية مميزة، بس ينقصها شوية دعم وتسويق عشان توصل لكل العالم وتنافس في كل الأسواق الدولية. صنع في السعودية كان حلم قديم لدى ناس كثير، والحمد لله صار برنامج وشاف النور في عصرنا الزاهر. وترى دعم المنتج الوطني واجب علينا كلنا، لأنه فيه خير كثير لشبابنا واقتصادنا. هذه كانت كلمتين مع أخوكم زكي حسنات. كنتم مع كلمتين مع زكي حسنات.